فدك بلس. حياكم الله أخواني، نعتذر على الخلل الفني الذي تعرضت له قناة فدك. نكمل وإياكم فقرة المرصد عن موضوع هذا الدجال مدعي الإمامة والعصمة كذلك. هذا الدجال أخواني نبذة بسيطة عنه، ظهر تقريبا في التسعينيات أو ما قبل ولم يكن له أتباع، وانضم إليه هؤلاء العوام الذين انغروا فيه، وقد تركه كما قلت كثير من الناس بعد سقوط نظام صدام في العراق. هذا الدجال لمن لا يعرف عنه كان صديقا ورفيق درب للدجال الذي تكلمنا عنه قبل حلقات مضت، الذي ادعى القحطانية كذلك، وهو اسمه حيدر مشتت، وقد اختلفوا فيما بينهم، وقد أدى ذلك الاختلاف إلى قتل جماعة الدجال البصري، قتلوا هذا الدجال الآخر، كلهم يدعون الانتساب إلى صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك هاج أتباع البصري وأعلن القيام وأمهلهم بالنصر ساعة. مختصر عن هذا الكلام، لما أمهلهم بالنصر ساعة قتلوا كثيرا من الأبرياء وقتلوا من الشرطة والجيش، وبعد الساعة أو بعدما نصف النهار لم يأتي البصري ولم يحضر النصر ولم تنزل السكينة عليهم كما هو وعدهم، فبدأ أتباعه برمي السلاح والهروب. منهم من قبض عليه ومنهم من هرب ومنهم من قتل كذلك، فغاب البصري عن الأنظار. قيل أنه نقل أو انتقل إلى استراليا، وهو الآن يسكن في استراليا، وكذلك أقوال أخرى تقول أنه قتل، والذي يدير هذه الصفحة أتباعه. عموما أتباعه بعد هذه الانشقاقات أو بعد هذه المجزرة التي حصلت فيهم انقسموا تقريبا إلى أربع أقسام أو أكثر، نذكر المهمة. أولها جماعة المكتب، وهم يديرونهم أشخاص كناظم العقيلي وغيره، هؤلاء أتباع المكتب في النجف الأشرف، أو أصحاب الرايات السود الذين يكفرون إخوانهم ويعتبرونهم خائنين. والقسم الآخر الأحلاس، هؤلاء الأحلاس مختصر كذلك عنهم، يتمسكون بروايات ويقولون نحن أحلاس بيوتنا إلى أن يظهر الإمام عليه السلام، ويدعون أنه غائب. هذه مختصر ونبذة بسيطة عن اختلافاتهم. اليوم كذلك راح نجيب بعض تناقضات هذا الدجال مع الروايات الشريفة وتناقضاته مع نفسه. ما نطول عليكم، نعرضكم هذه الصورة اللي التقطناها من صفحته الرسمية، وهو ناشر كلام يتكلم فيه ويعيد فيه للنصارى، ذكرى ولادة يسوع أو عيسى عليه السلام، كل عام ومحبيه ومتبعيه من مسيحيين ومسلمين بخير وعافية. ما عندنا شيء اسمه مسيحيين أبدا، اللي عندنا ثابت هم اسمهم نصارى. واختلافه مع الرواية الشريفة التي وردت في مرآة العقول، وقيل له أن النصارى يقولون، أي قيل لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أن النصارى يقولون أن ليلة الميلاد في 24 من كانون، فقال عليه السلام كذبوا، بل في النصف من حزيران. هذا تناقض واضح مع الروايات الشريفة التي وردتنا عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، علما إخواني أن هذا الدجال يدعي أنه معصوم. هذا الدجال يدعي أنه معصوم. ننتقل إخواني إلى الجزء الثاني، وكلام ابن قويطع الذي ورد في كتاب له اسمه آيات الصاحب. هذا الكتاب إخواني من الكتب القديمة التي حاول البصري إخفاؤها. هذا الكتاب الذي صدر عنه قديما وحاول إخفاؤه لكنه لم يستطع، موجود مطبوع وكذلك موجود على الانترنت. في هذا كتابه الذي حاول أن يطمسه بعد انتشاره، يبين إخواني الأعزاء أن الدولة التي تقوم في إيران، دولة خامنئي، هي الدولة التي تسلم للإمام عليه الصلاة والسلام الراية، وهذه الدولة التي لا يخفى على كل منصف ظلم هذه الدولة للعلماء والمؤمنين، كما أنه الآن يختلف معها. فهذا تناقض من إمام معصوم كما هو يزعم. أما الوثيقة الثالثة التي سننتقل لها أخوان الأعزاء، في نفس الكتاب الذي هو اسمه كتاب
آيات الصهب الصحب عفوا، كان يعتقد هذا الدجال بخروج اليماني من اليمن، وكان يعتقد أن راية الخرساني راية هدى ويجب نصرتها. هذا الذي يدعي أنه اليماني كان نفسه يعتقد أن اليماني يخرج من اليمن كما ترون في الصورة، حيث يقول أو في اليمن عند ظهور اليماني، كلام واضح صريح من هذا الدجال قبل أن يستحدث هذه العقيدة المكذوبة. يدعي هذا الدجال أن اليماني يخرج من اليمن كما هو واضح، ولكن سبحان الله خرج لنا اليماني من البصرة كما هو يدعي. كذلك أخواني في كتاب في هذه الوثيقة التي سنعرضها، الوثيقة رقم 4، الوثيقة رقم 4 أخواني الأعزاء، من تحديثات البصري في هذا أقدم مؤلف له في سنة 1420، كان يعتقد أن الأئمة وأولي الأمر 12 فقط كما ترون في الصورة أمامكم. نفسه هذا الدجال كان يعتقد أن الأئمة الحجج على الله على الناس 12، وهذه الصورة من كتبه التي ترونها أمام أعينكم أخواني. هؤلاء 12 الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله نقلها هذا الدجال، فمن أين أخرجت لنا 24؟ هل تحدثت عقيدتك يا أيها الكذاب؟ أما الوثيقة الخامسة أخواني الأعزاء فهو لكتابه العجل. هذا الكتاب أخواني الأعزاء في الطبعة القديمة حذف أشياء كانت موجودة في هذا الكتاب كي يدلس على أتباعه، ولكن سبحان الله الله تعالى يريد أن يظهر الحق ولو كره الكافرون في كتابه قبل أن يجري التحديث التابع للإمام المزعوم إمام من أئمة النار. طبعا هذا الدجال أخواني الأعزاء ينص على 12 صلوات الله عليهم، ولكن حينما تغيرت العقيدة حذف هذا النص من هذا الكتاب الموجود حاليا. طبعة قديمة موجود فيها 12 من ولدي، والطبعة الجديدة حذف هذا الكلام من كتابه، فما هذا التناقض يا أيها الدجال؟ أما الوثيقة السادسة التي وردت كذلك في كتاب مع العبد الصالح، يعتقد أن الإمام المهدي صلوات الله عليه مرفوع جسدا وروحا إلى السماء، وذلك فهو ينسف أصل عقيدته، فهو يعتقد أن الإمام المهدي عليه السلام ابنه، هو يقول أنا ابن الإمام عليه السلام، فكيف ابنه والإمام مرفوع؟ كذلك أخواني في الوثيقة رقم 7 ابن قويطع يؤكد أن الإمام مرتفع إلى السماء بجسمه. طيب يا ابن قويطع، اعتراف منك بالوثيقة الثامنة كذلك أن الإمام رفع، وإن رفع لماجت الأرض بأهلها. الوثيقة رقم 8 إذا الأخوة يعرضونها، ابن قويطع نفسه الذي قال أن الإمام رفع إلى السماء نفسه في كتاب المتشابهات الجزء الثاني يقول لو رفع الإمام لما ساعة لماجت الأرض بأهلها. ما هذا التناقض؟ ما هذا التناقض؟ أنا أتعجب على هؤلاء العوام الذين ينخدعون بهؤلاء الدجالين الذين بصراحة لم نعرفهم أبدا، مجرد خرجوا ودعوا المهدوية من بعد أن تبين للناس. طبعا أخوان الأعزاء كثير من أتباعه، كما أعيد وأكرر، كثير من أتباعه وأنا بعضهم عندي تواصل معهم، تركوا هذه الدعوة ورجعوا إلى تشيعهم بعدما اكتشفوا أن هذا الدجال كذاب أشر. أما في الوثيقة رقم 9 التي وردت في كتاب سليم بن قيس الهلالي يا أخواني، هذا الكتاب رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتحدث عن الحجج إلى يوم القيامة أخواني، ركزوا على هذه الكلمة، ويقول في وفي أوصيائي إلى يوم القيامة. ماذا قال؟ علي أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي، ثم ابنه الحسن، ثم الحسين، ثم 9 من ولد الحسين واحدا بعد واحد. الآن أنا أسأل هؤلاء أتباع هذا الدجال الكذاب مدعي المهدوية، النبي صلى الله عليه وآله يصرح أن الحجج الأئمة الذين نحن محجوجون بهم هم 9 من ولد الحسين، يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام مع علي ومع 9 12. أنا أسألكم منين جبتوا لنا 24؟ منين جبتوا لنا 24؟ من رواية تقولون أن مضمون الرواية التي وردت في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، مضمونها يقولون
أن الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام حينما يظهر صلوات الله عليه سيأتي بعده 12 مهديا. هذه الشبهة التي يطرحها الدجال أحمد البصري ومن بقي من الناس الذين اغتروا به. طيب الآن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يجيب عليكم ويفند شبهتكم أيها الدجالون. أنتم الآن لما سنعرض عليكم هذه الرواية عليكم الآن أن تسلموا لقول الإمام صلوات الله عليه وأن تعترفوا أن هؤلاء أنهم ليسوا أئمة وليسوا معصومين كما زعمتم العصمة لصاحبكم. نعرض هذه الوثيقة الأخيرة إخواني الأعزاء التي وردت في كتاب بحار الأنوار. الوثيقة التي وردت في كتاب بحار الأنوار الرواية التي أوردها العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه. ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام؟ إخواني الأعزاء يسأل الإمام يقول: قلت للصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله سمعت من أبيك أنه قال يكون بعد الاسم الخاص لصاحب الأمر صلوات الله عليه 12 إماما. ماذا قال الإمام؟ هؤلاء يدعون الإمامة لهذا الدجال ويصفونه بالإمام أحمد الحسن ويقولون أنه معصوم. لاحظوا جواب الإمام صلوات الله عليه، فقال: قد قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. المهديين هم أناس من شيعة أهل البيت بنص حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فكيف تزعم أنهم أئمة وأننا محجوجون بهم، خصوصا أن العدد الذي ورد في كتب المخالفين وفي كتبنا وما تواترت عليه الروايات أن الحجج الذي بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله هم 12 إماما فقط. حينما تعتمدون عقيدتكم المزعومة هذه على روايات مفاهيم وتريدون أن تطبقوها مصادق فاعلموا أنكم عاجزون عن إثبات هذا. فارجعوا يا أتباع هذا الدجال الذين انغررتم به، وإياكم والموت على هذه العقيدة.